فلسطين انطلاقا من مبدأ العون اللي تعودنا عليه من أجدادنا في حملة مجتمعية شارك فيها أفراد المجتمع ومؤسساته لدعم مستشفى المطلع في القدس ودعمهم اقتصاديا ودعم مرضى السرطان. مؤسسة القطان انضمت لهذه الحملة المجتمعية واليوم في وقفات فنية وهي بتضم عدد من الفنانين الفلسطينيين اللي رح يتبرعوا بالإضافة للحضور وللمؤسسة القطان بكل ريع هاي الحفلة والوقفات الفنية لصالح مستشفى المطلع. تفضلي قولي لنا الرسالة. اليوم احنا موجودين عشان اولادنا واولاد اولادنا وحبايبنا مرضى السرطان. لازم تشلي تعاون يمه على اساس انه نكون ايد واحدة وفي بلدنا فيش حدا بده مساعدة وما نقدم له اياها يا بنية. شكرا يا ستي، انا كتير بحبك وبحب كل نصايحك. يا والله. اطفال لكل العالم احنا بنحبكم وبدنا اياكم تعطوا من قلبكم. يلا باي باي، ديروا بالكم. يلا باي. يلا ستي. كان القطان المبادر لهذه الفكرة ليجمع كل الفنانين تحت مظلة يوم كامل من الفعاليات للفنون الأدائية والموسيقية. الهدف الرئيسي اللي هو جمع تبرعات للمستشفى. ومني لكل أطفال مرضى السرطان بتمنى لهم السلامة يا رب، الله يقوم بالسلامة، وياريت أي حدا بيحب يساعد مرضى السرطان وقف جنبهم كعقد ما بيقدر حتى لو إشي بسيط. اليوم وبعد ما انحلت الأزمة صرت أحب أحكي على الفرح القائم بمستشفى المطلع للمرضى، مرضى السرطان وأهليهم. يعني الحقيقة بلكن كان بدنا مشكلة وأزمة عشان نتحدث الآن على نموذج فلسطيني بامتياز، نموذج التفاف جماهيري شعبي مؤسساتي من كل أنحاء فلسطين بدءا من القدس بلد الأقصى وبلد القيامة انتهاء بغزة وبالخليل وبطول كرم. هنالك الآن صناديق للتبرعات بكل أنحاء الضفة، ودورنا كمستشفى المطلع بذلك العمل صفر. هذه مبادرات مؤسساتية جاءت عمالهم بجمعوا ملايين الشواكل. هذا يعني نموذج، يعني فعلا شيء يفرح القلب، ونحن بخير بالقدس بخير وبفلسطين بخير. كان عندنا هاي المبادرة بدت من عند موظفينا بدافع إحساسهم تجاه هاي القضية، تجاه المستشفى وتجاه قضايا أخرى في المجتمع، وهذا دور بتقوم فيه المؤسسة تاريخيا اللي هو الالتفاف حول القضايا المجتمعية من خلال العمل في الفن والثقافة.
كثير سعيدين اليوم مش بس انه مؤسسه القطان يعني عم بتقوم بهذا العمل، لانه في كثير فاعلين ونشطين في المجال الحقل الثقافي والفني، هم جايين وهم متطوعين وهم ملتفين حول هاي المبادره معنا. لما اعلنا احنا اعلنا لكل الفاعلين في مجال الحقل الثقافي اللي بيشتغلوا مع الصغار، اللي بيشتغلوا مع الكبار، الفنون الادائيه، المغنيين.